ايضا من تساؤلات البعض مو اسئلتي في تحول مفاجئ بينك وبين الشيخ طلال الفهد يعني هل مستقبلا راح نشوف ان اتحاد الكره يصير شرعي بعد ما صرت رئيس ممكن يصير هالشيء يعني انا خلا اقول لك شيء وايضا اتكلم بكل صدق انا لما وقفت في افتتاح دور الانعقاد واشهدت الله سبحانه وتعالى وبحضور سمو الامير وأخواني وأخواتي النواب وأمام الشعب الكويتي بأني أفتح صفحة جديدة مع الجميع وأمد يد التعاون مع الجميع ما استثنيت أحد ترى وقلت بدون استثناء الأمر الآخر من خلال قناة الرأي يمكن كان في عدة لقاءات لي في السابق كنت تسألوني هالسؤال هل الخلاف بينك وبين الشيخ طلال الفهد شخصاني وكنت أصر وأكرر بأنه غير شخصاني أنا اختلافي معاه على قضيه اللي حصل انا احضر مباريات انا احب الرياضه، الرياضه في دمي. واحضر مباريات نادي الكويت واحضر مباريات المنتخب، بل بعز الخلافات حنا مأجرين جامبو ورحنا فيها لعمان اثناء دوره الخليج، المنتخب ما هو منتخب طلال فهد او مرزوق الغانم، منتخب الشعب الكويتي. فحضرت مباريات المنتخب، بعد المباراه الاخيره اللي تأهلنا فيها الى نهائيات اسيا الاخ الشيخ طلال الفهد في اجابه لاحد الفضائيات اشاد فيني واشاد في تاريخ الرياضي واشاد فيما قدمته للرياضه واللي نادي بصفه عامه والنادي الكويت نعم. بصفه خاصه شنو المطلوب من من من, من اي شخص متربي انه يرد؟ شنو المطلوب؟ بالمقابل بالمعامله يعني يعني, يعني يعني شنو النائب او البعض يريد ان يصل له؟ هل ارد على عليه باساءه انا املك الشجاعه انا شخص متربي مم. الخلاف في وجهات النظر لا يفسد الود للود قضيه وانا اقول له على اللي قاله واقولها على هلاوه مباشر جزاك الله خير مم. وهذا اقل شيء اقوله لكن في خلاف نعم في خلاف اه يعني ما تصالحتوا للحين كما يقال ها... يع... شوفي هذه هذه بعض ال... يعني الامور اللي حتى ما تسأل. يا واحد يقول لي صدق اجتمعتوا مع الشيخ احمد الفهد بين الشوطين ايش يعني تردين عليه؟ قلت له لا, لا اجتمعنا بالوقت الضايع. يعني آه يعني سخافات بصراحه آه بوجهة نظري ما تستحق الرد لكن احتراما لحضرتك بوضح. الشيخ إذا لا إذا لا, إذا لا إذا اسمحي لي بس لا 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 لا, 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 لا 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 في 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 لم يكن هناك خلاف شخصي. م. ومن كان يدعي الشخصانيه كان يريد ان يبعدنا عن الموضوعيه. م. الخلاف هو التالي انا اقول بان المرجعيه يجب ان يكون الدستور وقوانين الدوله. والأخ الشيخ طلال الفهد يقول المرجعية هي القوانين الدولية الآن هل يمكن التوفيق بينهما؟ نعم يمكن التوفيق بينهما إنما شخصي ما في شيء اللي بيني وبينه ولا بين أي شخص آخر لكن الغريب في الأمر أخت سميرة إن نفس اللي كانوا معلقين شماعة أي شيء تنتقد فيه أو تتكلم فيه عن احترام القانون الدستور وقوانين الدولة لا نعم. أنت شخصاني نفس هذه الأبواق هي الآن من تثير شون صار تقارب شون صار تصالح وفي من قالت المصالح تتصالح لا مو المصالح تتصالح لكن في أخلاقيات وارد أكررها ما بيني وبين الأخ الشيخ طلال أي أمر خلافنا واللي قلتي الاتحاد شرعي من شرعنا الاتحاد هو مرسوم الضرورة رقم 26 لعام 2012 اللي انا انتقدته واعتقد ان فيه شبهه دستوريه لكن احنا ما نقدر نناقض نفسنا احنا ايش كنا نقول بالسابق كنا نقول القوانين تحترم عاجبك مو عاجبك روح غيرها وفي الاطر الدستوريه لكن احترمها احنا في مجلس 2012 تصدينا لهذه التعديلات وروح شوف الاسماء من اللي صوت معاها والان يدعي بانه بيرفع الرايه روحي أقرأ الاسماء وشوفوا ب 2000 احنا انا على الاقل من ضمن المجموعه اللي تصددتها الى نهايه المجلس المبطل الاول ثم صدر في مرسوم ضروره المرسوم معيب في وجهه نظري وفيه اخطاء الى ان تقرر المحكمه الدستوريه الكلام اللي انا قاعد اقوله او يعدل المجلس الحالي هذا الامر الزمنا هذا القانون وشرعا الاتحاد مش احنا استشهد بكلام الاخ الفاضل سليمان العدساني لما طلع في لقاء وذكر كل العيوب والمثالب في هذا المرسوم بس ايش قال؟ قال راح نحترمه، لان احنا نقول يجب ان تحترم القوانين. وانا اقول احترمه، مو انا اللي شرعت الاتحاد، اللي شرع الاتحاد المرسوم. مم. رغم سته. تق... والدليل على نعم. انه في عيوب طلع مرسوم ضروره لتمديده، مم. الان يعدل في المجلس الحالي او تقرر المحكمه الدستوريه عدم دستوريته، هذا امر اخر، لكن مو مطلوب علي واملك الشجاعه مو مو عشان اختلف مع شخص يجب ان اشتمه او يجب ان اسيء له. نعم. هذا باختصار اللي صار ما غير ذلك كلها يعني اشاعات او احلام في مخيله البعض نعم